التضخم بشبهوه مثل مرض السرطان هو من بين العوامل يلي عطول في شروط عليها أنه ما يتخطى 2-3% بالاقتصاد على أساس سنوي. التاجر اللبناني خلق شيء منسميه تضخم اصطناعي. التجار عم يعملوا الاحتكار مدوبل. أول شيء عم بيسعروا أعلى من سعر السوق السوداء، فإذا هالفائض من المصاري هو تضخم. المشكلة إنه عم يطلبوهم مني كاش، نقد. إذا أنا عم يضطر المصرف المركزي إنه يطبع العملة كرمال يرجع يعطيك هالمصريات ها لتدفعي له إياهم للتاجر. بمرة تالتة التاجر بيزيد التضخم من خلال أكيد طلب على الدولار بالسوق السوداء بهاللبناني اللي حامله بيده. أولاً لما التاجر اللبناني عم يجي بمصرياته اللبنانية يعني بالعملة اللبنانية عم يروح يشتري دولار، فإذاً أكيد هون تلقائياً بما أنه عم يشتري دولار عم بيزيد الطلب على الدولار، يعني رفع سعر صرف للدولار. عم يشتري بضاعة من الخارج، عم بيحول هالدولارات لبضاعة يلي عم ترجع هالبضاعة تطلع برية لبنان بواسطة عملية التهريب، عم يتلقى بدلها عملة لبنانية. وإذا كانت العملة اللبنانية عطيو بدلة دولار، هذا الدولار أكيد ما عم يرجع يضخه بالسوق اللبناني. كل ما بتطبعي 1% عملة بيطلع لك تضخم 1% مقابله. اليوم المصرف المركزي عم بيطبع مصاري، واحد تغطي عجز الموازنة، اثنين حتى يلبي المودعين يلي عم يطلبوا كاش كرميل او انهم يدفعوا للتجار او انهم يحولوا مصرياتهم لدولار بالسوق السوداء. وهذا الأمر أكيد كتير مضر، لذلك يجب عن جد لجم الطبع. بس ما في المصرف المركزي يوقف طبع بدون ما يكون في حكومة تاخد على عاتقها مثل ما بقولوا حل الأزمة.